أنت شرفت له ورقي دومر له لأن يري أضيال أنت ولا وما سنتين واني سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن وقتي جو جابن دراديس يدتك ومدجو جي وحاربنا ورك إن سوق كبنه سيدا لسعتين قلبته وحن أقبل سنين سيدا هالكاس كعد بق إن أودي أرجعونه بنامبحي أن كبل الناي بريو سبتي إن قبرنه أو ميدوغ مشرحين تو أنا وأن كمن هاي كوباقي إن بري لقبته سأكتي المظاهرات كاس حكومة الجارسين تي أنا وأن كوا هذاني وأن كهشيني إن سن وضع أو كدعه أنا وأن قب قابدي سأن لنا هاي باقي سأن لنا هاي أباب الكيس أن لنا هاي أيجونا أمنية إن السجان ومسؤولية كسر أمنية إقاتان جديان أبي إن أرنت أسكو سابسن إلا هيرك أسر رياه يعني كوال هذلني لكن وحامودة إن قوانك يتلالة حكومة دي حلقارسيين تقون لفد النبا إن وسقعانت وجرين وقوانك قعانت وجره نكا كاليجي تاليس كاحلي يسيدا ماذي إما تحتويدا وليسيدا شاعد رالا كو نحفد ديا وحو سواء مريمانتا إن لحيرو جيدتك يوردن ولغا سو مظاهراتي لها سيدا لسعوتان وحان كوهشي نبار كولانو تربى ذن وكل الدوان إلى اللي حجارة يا إن يدير بحياش إسقية ماذا كبعدينا سداس لو جود ده جود الجيرك دهسون وهو أمر كسر بحية قلبته إن جيرك ده لحيره لحيره سدا وكل بركلونة دي لحيره أيضا كي كسر أمره إن جوجيان مظاهراتك قل هذه الجارسين تحكم الدهات وهذا كل الجيرنا واحد تلاو جعان وجره يوح يالي كران يوح يسمي كران تونا مجره لكن هل وح يسمي دونان شاهد تزور إنه فران ولقى هذا الشيءه وساعده سواسو عضي حضلان وينقوب بين أبورتان وأي بانك الشيغان وحي آن كوبال أنه إذي لي سمي دونان سيدا إننكاس أغمر قاتي فران وشاهد تزور إنه سميان كلية أيان كفلينا إنه سميان سيدا ازدرادت ساكي فدقي أو بلاوي ميدوغ مشارعين تا إلا هدى آن كسو غاري وحاقو آن لغو غاري إنه مظاهرات كي بري آن ديبو دقنو مظاهرات كدنباء وأن قبان قابدي سيالة دوننا آنان أمنيجي سكوها اللينين قولا دا حكومة دا حلقارسيين تاه ميدوغ أساق ومسؤول كرنغضو سوكد دا أمنيجا مظاهرات كا وأناقا آن سوكنو أمنيجينا تاس أيا لغوه الشيي ساس دراد دادو حانكي عور دارن ايا إن هو شاس أو سيو ديار قدوين بري اي ديبو دعيسو آن لقا تا رنتا سيادا قولا كلاواد او قد بي وحاواي aan kaliye taliska sharci darada ku jooga xilka madaxtooyadana wala dhex jiifa yaa waxan ka shaqeynaya hal wuxuu cadaaday fursada aan siinanaga xukuumadda xilgaarsiinta iyo ra'iisul wasaareed wuxuu ahaa inaan fursad siino hadii ay wax ka qaban karaan maadaama mas'uuliyadda amniga iyo siyaasadda dastuurka uu siinayo ra'iisul wasaaraha maadaama madaxweynuhu xilligiisa oo dhamaaday oo ay tahay xataa inuu asaga la wareego إنه كالن تاس قادة كر إنه كلا هذا الله وقت سينه هو تسالينه تاجرنه أنجا يدولة جبلادية يبش عالم كبا أرنت أسوال يسكون راح سنة لكن وحى مودة ولي ماشي إنه كلي تلسكي شرع در هذا أها اللي يصير لما أو كتلي أو كتلي يا مودة أو أي تهيبة أي سو وح جوان وتلاج عند وجرين أنت كلا كسهرت يا سجى نينك ما أنت جوجي مدارات كر وأسجى نينك أمر أسكرت إنه جيدك حيران وأسجى نينك وهذاك إنه فشل مكش قيّن هو أسرع سداس دردد وحن أديار جروب هنا دجال هذا قدر لكن مت أو نبضات أو سي سان كبرن هذا كار وحيل ليه جل سيفر ريسيستن أما كهرتك أما إسكعابين مدنية هنا سمينه صوته أكلي تلسكا أنتو عردن كيهاي أو بلاغو يهدان لسك قوانين مركو وحيد دايستو أو جيستو لسك ما قبكرو هدي لسك قبتنا كوست جيسا أما قيمي ساقالي كوكعيا سيدي كاليتاليس كي هوري كوي لاتكا سنة دالك حكومة يوكالي أو نغو كعدي إنا صدن سنة كسو كبوينو أو دولد دينا ديبسو علوينو مركي ديرسو كي دعمرتي حدا إنتو بلاوي يهي أو عردون كي يهي أو اسكو دي يهي إنو أود سميستو إنان اسكا قبانو أو آن مقاومينو أو آن كهرني مادنو أو آن ديدنو أو جيد كو يستاقنو كوستيكي دهدو يري يهي أنغانا ديارو إنان كوو قامينو ساعتی که لبری و حاونقونیا کاستیگا اما قیمها و حکفاری دانان متقالی حکفاری دانان تاریخ لاسن واسوام مرنی هدی مالتی نمان کی ملتیرگ انقلاب کلا قیب جلی رژیم کی هرنی کی هجامینهایی نگه قبل هاین
sababtoo ah dadkii inqilaabka sameeyey waxay ku heshiiyeen bil ka bacdi in xukunka lagu celiyo dimuqraadiyadii iyo dowladdii rayidka ahayd laakiin indhahay ka laabteen lama gaarin soo u lahaa noo kaadiya suga waxaan isku aadinaynaa ayagana ay ugu aamusnaayeen saddexdii ninoo istiri oo ugu ay aragsanay saraakiisha istiri war waxaan suuragal maahana maalicadow toogtay shirqool iyo qiyaamo u sameeyey 21 sano dalka wuxuu ku maayey dagaal sokeeyana ku dhammaatay saas daraaddeed dadka waxaa laga yaabaa inay kaaga darin ay derbiyada u jiifaan ay guryaha ugu dhuumanayaan haddaan kali talis hadda layska qaban intuu tabarta yartaa layska qabanin markuu tabaraysto qiimihiisaan uu kacaya oo qaali noqonaya sidaas daraaddeeda uu diyaargaroobaynaa waa la soo sheegi doonaa maalinta kale ee mudaharaadka amnigiisana annagaa suganayna kumana halaynayna xukuumad dambe oo xilgaarsiin ah oo tacbaan ah oo wax tabar ay leedahay aysan jirinin iyo meel ay talo ku leedahay aysan jirinin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan u diyaargaro arrintaas iyadaa shacabka soomaaliyeedna meel kastay joogaana u sheegno annaga inaan fursadihii bixinay wadahadalka aan ku wareejinno xataa ammaanka ayaga oo aan intaasna aan samaynaynay dad badanna la hadlaayo oo laleh war nimanka meesha jooga waxba ma hayaan waa ogeyn inay wax hayaan inay waxba haynin laakiin dadka waa inaan tusnaa war ninkan kaligitaliska ah ee sharcigiisii dhammaaday nin socdo ma aha tala dalinnimad ku dhiibaayo ma aha waan ogeyn laakiin waxaan ku qasbanayn dadka inaan tusno oo ay nala arkaan oo qof walbo soomaaliya guda iyo dibad joodaba indhihiisa inay ku aragto culayska iyo waxa dalka aan hortaagannahay iyo waxa aan la mucaamalayno iyo nooca uu yaallo fariinta ugu dambaysa waxaan u dirayaa askarta ka tirsan ciidanka ee maalin jidka la soo dhoobayo maalinna leeyahay mudaharaadkii waa ogolaanay xeryihiina ku noqda haddana leeyahay jidka xira haddana sidii la rabo loo isticmaalayo oo sidii la rabo laga yeelaayo marna jidka lagu soo daadinaayo marna laga qaadaayo marna gabdhaha la dhashay wiilasha mudaharaadaya walaaliina xabadayna leeyahay waa inuu caqligii xigmadda inii soo noqdaa waa in caqliga iyo xilmadda inii soo noqotaa oo dadka maaragtay rayidka ah ee shacabkiinna ah ee walaalihiina ah hooyooyinkiinna ah oo aabayaashiina oo maaragtay qoysaskiina ah inaan liinka hor keenin nin kaligitalisa oo beri waddo cillaa kaaga tegi doona oo kaaga dhaqaaqi doona mas-uuliyaddan adiga kaaga tegi doona inaadan daba joogin aa lagaa rabaa oo mas-uuliyaddaas aa qaadato waxa ugu yaroo samayn karta waxaa waaye iska dhig labiskiisa gurigaada aad oo ka nabadgal gurigaaga aadee ka tag intuu ku isticmaali lahaa oo dadka kaa hor keeni lahaa oo dhiig ku geli lahaa oo beri lagu raacdaysan lahaa waa ogtihiin oo kuwii annagana soo weeraray 17-kii December hadda meelay ku hoydaan ilaa yihiin maalin kasta cafisayna weydiistaan jid kastay taagan yihiin dembi kalaa isku gelinina idinka naftiinnii iyo kuwa kaleetaba dembiyaa isku gelinina waxaan ku soo gabagabaynaynaa inaan inkaga mahad celiyo sidaa ugu heelan tihiin oo aad diyaar ugu tihiin inaad kalitaliska ka hor timaadaan dimuqraadiyadan ugu hiilisaan dadnimadiinnana aa muujisaan haddaan maanta intiinaan in lamida aysan muujinina dadku waxay gelayaan gacan dullaysi iyo gacan wax u eg gumaysiga gelayaan marka aadaan inkaga mahad celinayaa taageerada joogtada ah iyo sidaa ugu heelantihi arrintan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah